أنا جاية لك عشان أطلب منك إنك لما تقبضوا على سي مروان بيه ما تنزوش نجوان. إلهي يسترك، أبوس إيدك. أنا بنتي غلبانة، أنا بنتي عيلة هو اللي ضحك عليها وغواها، صدقني. نقبض عليه إزاي يا ستي إذا كان البوليس نفسه مش عارف يوصل له؟ الورقة دي هي اللي هتوصلكوا ليه، بس زي ما وعدتني. حضرتك احنا توصلنا من خلال مراقبتنا ان دينا موسى وبطالب الصنهوري وطارق الصنهوري بيتقابلوا بشكل مستمر عند المحامي نادر عالم الدين. ده وضع طبيعي جدا. بنتهم عندها قضيه كبيره وطبيعي يتواصلوا مع المحامي بتاعها. هل في لقاءات مثلا مع دينا وبطالب او دينا وطارق او تحركات مريبه ليهم؟ لا يا فندم. طلعت بايه من مراقبه التليفونات؟ المكالمات كلها عاديه، كلهم بيدوروا على هايدي وخصوصا ابو طالب وطارق. طارق بقى بيشك ان المحامي نادر عارف مكانها. طب ده خد كويس جدا، خليك ماشي وراه. في تاني جديد؟ امبارح حصلت حاجه غريبه. انتصار النوتي الدادة بتاعت هايدي راحت لابو طالب البيت. وبعدين؟ والله هي ممكن تكون زياره عاديه، يعني محتاجه مساعده، خصوصا ان احنا عرفنا ان هي اشتغلت في مستشفى عشان ظروفها صعبه. بس ممكن برضو تكون هي همزه الوصل ما بين مروان ونجوان في اليونان وهايدي وابوها هنا، ويكون موضوع المستشفى ده مجرد تمويه. فانا فكرت ان انا اطلب من النيابه مراقبتها. احنا هنراقب مصر كلها، كشف المراقب على اللي عندك، ولو اللي قاضي قرار تاني مع الدادة نبقى نراقبها. الا الابحاث العلميه اثبتت ان الطف راجل في التعامل مع الستات او الرجاله هو الراجل بتاع السيدات. ده مش كلامي انا يا هانم، ده كلام علمي معروف. بس هو بيني وبينك برضو الراجل اللي بيتنطط من دي لدي لدي مش كويس كده، بيجي له امبيانس في البروجكشن. انما لو الراجل يركز، عارف حضرتك زي ايه؟ زي الطياره لما تبقى طايره بتلف العالم كله قبل ما توصل المطار بتهدي عشان ترتاح بقى. عندك حق. صباح الخير. اهلا اهلا يا سيدي. الساعه 12 الظهر، 12 الظهر. انا على فكره بقى سهراتك دي ما بقتش مريحاني. قول له قول له والنبي لحسن انا ريقي نشف معايا. ما هو انا لازم اسهر علشان انسى مشاكل سيادتك ومشاكل بنت سيادتك. يعني احنا نبطل مشاكل وحضرتك تبطل شغل؟ لا لا لا، وعلى ايه؟ رجاء من فضلك قولي البنت تعمل لي قهوه وشوفي ابو طالب بيشرب ايه. لا لا انا شربت مرتين كفايه. لا لا ما ينفعش، لازم حضرتك تشرب حاجه معانا. انا معايا شربي انا. لازم، دكتور قال لي زيئين في النهار. زيئ؟ لا شكرا. خير يا باشا. ايه ده؟ دي ارقام نجوان. انا عملت سيرش على الرقم ده لقيته في اليونان. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ انا قلت انك اول ما هتشوف الورقه دي هتقولي خلاص القضيه خلصت. برقم تليفون من اليونان نجوان اتكلمت منه، يبقى قضية خلصت. يا ابني احنا كده خلاص حددنا مكان مروان، خلاص كل حاجة اتعرفت، كل شيء خلص، الموضوع خلص وانتهى. سيادتك فاكر ان البوليس مش عارف مكان مروان؟ مباحث الأموال العامة أول حاجة بتعملها بتحدد مكانه على الكرة الأرضية، وطبعا عرفوا ان هو في اليونان، واليونان مفيش اتفاقية تسليم مطلوبين بينها وبين مصر. بلغوا الانتربول علشان يقبضوا عليه لو خرج، بس طبعا اخينا التاني مذاكر وفاهم كويس، ولو قرر انه يخرج من اليونان مش هيروح على بلد فيه بينها وبين مصر اتفاقيه تسليم مطلوبين. يعني ايه؟ يعني الورقه دي طز ملهاش لازمه؟ مفيش حاجه ملهاش لازمه بيه، بس سيادتك دلوقتي لازم تلحق تروح على فيلتك بسرعه علشان تتابع اجراءات التحفظ. تحفظ ايه؟ عرفت انه من حوالي ساعه صدر قرار من النيابه بالتحفظ على املاكك. ملاكي؟ مش متسجل باسم حد بس شغال. انا معايا ده ونادر معاه واحد تاني. بصي هتلاقي هنا ارقامنا كلها متسيبه عندك، يعني ممكن تكلمينا في اي وقت دلوقتي هايدي، عشان التليفونات دي مش متراقبه. ها طب وما قالكيش القضيه دي هتخلص امتى؟ انا خلاص تعبت يا دينا ومش قادره. انا عايزه ارجع بيتي واوضتي، عايزه ارجع لحياتي القديمه. انا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لا انا شعري اصطف من الميه بتاعت هنا، بشرتي قشفت، ضوافري اتكسرت، انا حاسه ان انا هقعد هنا للابد. والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل القسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي. انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي؟ ما تعالي بقى واديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي. ممكن بس ما تقلقيش جولي.
شفتيش فردة الشبشب بتاعي؟ شبشب ايه وزفت ايه؟ انت ازاي تدخلي الاوضة من غير ما تخبطي او تستأذني؟ قطك؟ قطك ده مين يا حلاتها؟ ثم تعالي هنا، انا اخش في اي حتة في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. الا تقول لي قطي وما قطي. يا اختي انت راخرة كده. ابعدي كده عنها. اهو. انا خبط ايه؟ ليه ان شاء الله داخلة دورة المية؟ شايفة؟ شايفة؟ شايفة الأشكال اللي أنا عايشة معاها؟ شايفة القرف اللي أنا فيه؟ أنا اتبهدلت يا دينا واتهنت. معلش يا هايدي بس معلش استحملي بس شوية. أستحمل إيه بس؟ أنا خلاص مش قادرة. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيلة إن أنا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما أنا ممكن أقول لنادر وأكيد هلاقي طريقة أتقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وأنا برضو حاسة إن أنا محتاجاه قوي. وأنت كمان يا دينا ما تبعديش عني، أنا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني أنا في أي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافلة التليفون ده عشان بس ما أعرفوش يا هايدي. ماشي خلاص. أنا نازلة أشوف أكل عيش. بقول لك إيه؟ مطرح ما أحطك أرجع ألاقيكي، أنا مش ناقصة مخمضة وراكي وأنت دايرة ترمحي يمين وشمال. مخضمة إيه؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ بقول لك إيه؟ ما تكلمينيش بالطريقة دي خالص، ولا أقول لك ما تكلمينيش من أصله، أنا مش طايقة أشوفك، أنا مش طايقة نفسي أصلاً. بصي انتي واضح انك متعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما ينصحش كده. انسه مني يا اختي، صلح اللي عايش فيك. بقول لك ايه، عقلي صاحبتك احسن، اقسم بالله العظيم ارجعها لكم لا تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه ده؟ ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون. لا انا خلاص انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، عاوزه بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انت لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي عبارده يا سيد غنتي؟ بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي. انا ادبك على شبابك بقيه عمري، عاوزه تغوري من انا ازح وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع وتنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت في التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اصل يصلحها وينزلها يا ام سوكه، قال هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب عنب يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل. اساليني انا يا اختي. سيبيني سيبيني خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايي شويه، هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم فينك يا كوريا؟ لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كتكوده في وشنا فلميناها. خارجه نفشة ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا بارده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ ما تتلمي يا بنتي يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ انا اخد الستتين الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا فيها. ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشوفه في خرجتك انت وهي قادر يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه. اشرب يا بنت عليكي خرجتي يا دي البنت اخسى عليكي. شفتي يا بنت يا نوال قله الادب بتاعت البنت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشقوا انتوا الجدف في معاميع مصارين قلبكم.